الباب كان في المتحف، وهذا المتحف هو ثمرة هواية قديمة وطويلة. يعني أنا من أكثر من 40 سنة وأنا أجمع السيارات. عندنا في المغرب هنا متحفين، متحف للكاتكات ومتحف للكلاسيك. هذا المتحف فيه تقريبا 50 سيارة، وكذلك في المتحف الكاتكات اللي موجود في مرزوقة بعد فيه 50 سيارة تقريبا. وطبعا أكثر السيارات اللي موجودة مختارة يعني بعناية، وكل خدمات. هنا مقسوم المتحف إلى 5 أقسام، 3 أقسام اللي هن كلاسيك أمريكان، 50ات والستينات والسبعينات، وكذلك القسمين الثانيات اللي هن كلاسيك الأوروبي والموديفايت. الموديفايت هن السيارات اللي أنا أصوبهن بوحدي يعني في الرباط. ومتحف خاص حسب ما تعرف، القصد منه هو أن السيارات كانت مخزنات في مستودعات مظلمة، واقترحوا علينا بعض الأخوان ليش ما يكون يشاركونا فيه الناس يشوفونه. فبنينا المبنى هذا حدا الشارع اللي ونتشرف به، شارع محمد السادس وفي الرباط. والمتحف يتحمل 100 سيارة، هو حين فيه 50 لكن استيعابه 100 سيارة. عرضنا للناس، الناس ما شاء الله هنا في كثير من الناس بدوا يعيدون النظر في موضوع تجميع السيارات القديمة، وخاصة في الدار البيضاء، ونعرف جمعيات كثيرة، ونعرف ناس شاركنا معاهم في بعض المناسبات الوطنية مثل المسيرة الخضراء، شاركنا بسيارة. وطبعا عندهم ذوق هني ما شاء الله المغاربة في اختيار السيارات القديمة، خاصة الأوروبيات. طبعا الأمريكيات كانت قليلة في المغرب، ولكن اللي اخترناها ان احنا من الامريكيات افضل الامريكي، لان انا اعتقد ان العصر الذهبي للسيارات الكلاسيكي الامريكي هو ال3 عقود، ال50ات والستينات والسبعينات، كل المجموعة بقيمة سيارة فيراري. فيعني نحن هذا اهم شيء في متحفنا، انه هو هواية، وهو الهوايات حسب ما تعرف بنادم يتفنن فيها ويحاول أن يدير لها قوانين ويدير لها أساليب. ولكن هذه الهواية هواية حية، بحال إذا عندك مثلا طبل وعندك لوحة جميلة، هذه السيارات بحال لوحات، ولكن لوحات متحركة، لوحات حية وفي نفس الوقت اقتصادية رخيصة يعني.